السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن أهم ما يتواصى به الناس وأولى ما يحرصون عليه تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والاهتمام بهذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده وأكرمهم به، ولا يقبل من أحد دينا سواه. رضي لنا سبحانه الإسلام دينا، وجعل أمة محمد خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقيم العدل وتدعو إلى الله، وتنشر دعوة الإسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وإن أولى ما ينبغي أن يهتم به كل مسلم أن يراقب الله جل وعلا إذا خلا في بيته، في برية، في مسجدنا المساجد، كيف تعامله فيما بينه وبين خالقه جل وعلا؟ هل يستوي منه العلانية والإصرار؟ هل هو مهتم بأمر المسلمين؟ هل يحس من نفسه رغبة تامة في هداية الخلق؟ هل يتألم لما يحدث في الأمة الإسلامية ليتحقق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. هل يراقب وينظر لأحوال الشباب الأمة وما يعصف في المجتمعات من تيارات متقابلة وعواصف فتن عاتية؟ هل يفعل ما يستطيع أن يفعله ولو بالدعاء، بأن يسأل الله جل وعلا أن يصلح حال الأمة وينشئ شبابها على تعظيم شرع الله؟ لا شك أن شباب الأمة إذا الله جل وعلا أصلحهم وهداهم ووفقهم هم رجالها وحملة رايتها وحامل لواء الدعوة إلى دين الله الحق. كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ إنه مطلب هام عظيم يحتاج إلى أن تتضافر الجهود ويتعاون الناس على تحقيق ذلك، يحتاج إلى أن تهتم البيوت بمن فيها من الناشئة،